طيب هلا حنبلش بالكوردون ناسي لاندريك، يعني بدي اجيب الانتجرال تريبل ان اوتيليزون لكوردون ناسي لاندريك. هلا بس رح اقول لكم شغله، انه هي ليش في كثير ليه في اكثر من ميثود صرنا عاملين هذه الثالثه؟ لانه اوقات حسب الدومين اللي معنا، يعني اوقات في دومينات بيكون كثير اسهل اني اعملهم ان اوتيليزون لكوردون ناسي لاندريك. يعني يمكن اذا بعمل الكوردونيس، بستعمل ميثود الكوردونيس سيلندريك تخلص معي بثانيتين مثلا، او يمكن تكون اسهل ميثود دو سيكسيون، عرفتوا؟ واوقات بدومين معين بيكون اكثر من ميثود تستعمل، يعني يمكن اقدر استعمل لها السيلندريك واقدر استعمل لها سفيريك والريكتانجولار يعني اكس واي زد. ف اوقات الدومين بيحتم علي انا شو الميثود اللي بدي استعمله، اوكي؟ وطبعا هلا انتم اذا بحال ما جبركم بميثود معينه، انتم عندكم الحريه تستعملوا الميثود اللي بدكم اياها، بس بدكم تنتبهوا انه اوقات في قصص تاخذ معكم ثواني او نوتيليزون دي ميثود معينه بدل ميثود ثانيه، اوكي؟ شو هي قبل ما بلش كيف بحل انتجرال تريبل، خلينا نشوف شو بنقصد بكوردوني سيلندريك. هلا الكوردوني ريكتانجولار بنعرفهم هن الاكس واي زد. الكوردوني سيلندريك هن ار تيتا زد. مين الار والتيتا؟ زد بنعرفها، زد دلت هي زيتها، اللي تغير هي ار تيتا. هو فعليا انتم البوان تبعيتكم اللي هي عندها اكس واي زد، عملنا لها بروجيكسيون على الاكس واي بلان اكس واي، زد دلت هي زيتها زد، بس الاكس واي قلبوا اذا بدكم للكوردوني بولار، يعني صاروا ار وتيتا. كيف بيقلبوا؟ انا بصير الاكس تبعيتي، الاكس تبعيتي هي ار كوسينوس تيتا، والاجريك بتصير ار سينوس تيتا، وبتعرفوها هيدي كيف اخذتوها المفروض بالانتجرال دوب، بتعملوا التريونج ريكتانجل وبتشوفوا كيف الار هي كيف الكوسينوس تيتا بتطلع اكس سور ار، وكيف السينوس تيتا بتطلع اجريك سور ار، اوكي؟ فانا بس الفكره انه مطرح اكس بدي احط ار كوسينوس تيتا، مطرح اجريك بدي احط ار سينوس تيتا، اذا كان معي اكس 2 بلس اجريك 2 بدي احط ار وكري، لانه x2 plus y2 هي r2 cosinus كاري plus r2 sinus كاري، بتاخذوا r2 فاكتور كومون، cosinus كاري plus sinus كاري هي 1، يعني x2 plus y2 بتطلع r2. وحتى التانجنت تيتا هي بتطلع y sur x، لان التانجنت تيتا هي sinus تيتا sur cosinus تيتا. الاساس الفورمولات الاساس هن x equal r cosinus تيتا و y equal r sinus تيتا، وعلى اساسهم انت بتشوف كل شيء باقي. اوكي طب اوكي عظيم، انا معي انتجرال تريبل دي اكس دي واي دي زد، حولت الفونكسيون تبعيتي اللي هي كديبون دو اكس واي وزد، حطيت محل اكس ار كوسينوس تيتا، محل واي ار سينوس تيتا، والزد تركتها زد. طب وبعدين؟ بعدين بدي انتبه انه انا هون عملت شانجمون دو فاريابل، اوكي؟ ولما بنعمل شانجمون دو فاريابل مش هيك بكل سهوله انا دي اكس دي واي دي زد بتصير دي ار دي تيتا دي زد، لا مو صح. في مثل كانه انت عندك ضريبه بدك تدفعها، يعني اذا بدكم بطريقه ثانيه، كيف لما كنا نعمل شانجمون دو فاريابل من زمان كنا مثلا اذا معي الانتجرال ل مثلا اكس وكري، خليني بظبطها، انتجرال مثلا اذا بقول اكسبونانسيال مثلا 2 اكس dx، اوكي؟ حقول انا بدي اجي واعمل شانجمون دو فاريابل، بدي سمي u هي 2x، اوكي؟ طيب معناتها هيدا الانتجرال حيصير اكسبونانسيال u. هل ال dx انا هيك دغري بجي وبحطها dU لانه غيرت ال x ل u؟ لا، ال dx هون ال dU حتصير 2 فوا دو اكس دي اكس، معناتها دي اكس هي حتصير 1 دومي دي او. فهون في هيدي الاندومي، هيدي الاندومي هي اذا بدكم ضريبه انه انا كيف عملت شانجمون دو فاريابل، اوكي؟ هلا بعرف الاكزامبل اللي اعطيته هلا هو شوي بعيد عن الشيء اللي عم بعمله، لان انا اللي عم بعمله انتجرال تريبل، هيدا انتجرال سامبل. انا بس بدي اقرب لكم من وين عم تجي فكره انه انا عم بضرب بشيء اسمه جاكوبيان اذا بدكم بمعنى، اوكي؟ بس انا لانه ما بدي فوت بالشانجمون دو فاريابل، ما بدنا نفوت فيهم هيدي السنه، بدنا نعطي بس كوردوني سيلندريك كوردوني سفريك، فانا بس بدي هيك تعرفوا بس من
بطريقة سامبل من وين اجت. اوكي خليني امحيهم. طيب انا لكن لما بدي احول من دي اكس دي واي دي زد للكوردوني الجديد، انا في شيء حاضطر اعمله انه انا الانتجرال تبعي حيصير دي ار دي تيتا دي زد بس مضروب ب ار دي ار. اوكي يعني انا دي اكس دي واي دي زد حتصير ار دي ار دي تيتا دي زد. اوكي هو دي زد دل دي زد، هي فعليا دي اكس دي واي حتصير ار دي ار دي تيتا. هاي اللي بدي انتبه له، التلاميذ كثير اغلب الاحيان بينسوها هي، يضربوا بالار بيكتبوا دي اكس دي واي بتصير دي ار دي تيتا وبينسوا انه يضربوا بالجاكوبيان اللي هي ار. اوكي بدي اضرب بار، لكن اول شيء عملته انا هلا حولت الفونكسيون تبعيتي من اكس واي زد لمطرح اكس حطيت ار كوسينوس تيتا، مطرح واي حطيت ار سينوس تيتا، زد دلت زد، والدي اكس دي واي دي زد دي اكس دي واي صارت ار دي ار دي تيتا. هلا انا ما خلصت، انا هلا الانتجرال تريب صار بدي اعبر عنه اون تايم دو ار وتيتا وزد. اوكي خليني بس ارجع اذكركم، الار بنعرف شو هي الار، الار من الاو ورايح الريون يعني اذا بدكم، التيتا هي الانجل بين الاكس ديزيكس والريون يلي رسمته. اوكي طيب انا هلا الدومين تبعي بدي اعبر عنه ب بدي حله اون اون كوردوني سيلندريك. هلا بدنا نشوف كيف، خلينا نشوف الايتاب بعد ما عملت كل هول وكتبته ار دي ار دي تيتا دي زد، بدي اشوف كيف بدي اعمل. حورجيكم الريفرنس اللي عادة بستعمله لأن بحس الرسمة عنده يعني ما تطلعوا بالكتابة، بعرف إنه هو مكتوب بالإنجليش، أنا ما بيهمني الكتابة أنا بدي الرسمة. يلا كيف بدي أعمل انتجرال أون يوتيليزون لي كوردوني سيلندريك؟ إتاب 1 أنا بحب أقسمهم لإتابات حتى الواحد هو عم يشتغل يتذكر إذا ناسي شي إتاب، طيب ما يكون ناسي ولا إتاب. إتاب 1 هو الشيء اللي حكيته من شوي، إكس حولتها لأر كوسينوس تيتا، إجراك حولتها لأر سينوس تيتا، و دي إكس دي إجراك صارت أر دي أر دي تيتا. هلأ الدومين تبعي، يلا إتاب دو بدي أرسم الدومين تبعي مثل قبل تماما، رسمته وبس أرسم الدومين تبعي بدي أرسم البروجيكسيون تبعيته على الإكس إجراك البلان إكس إجراك، كمان رسمته تمام. بدي شوف الليميت للزد، كيف بشوف الليميت للزد؟ بدي أقطع الدومين تبعي بدروات بارلل على الاكس دي زد، حتفوت ب زد ايجال شيء، بس بدي انتبه انا هون بدي انسى اكس واي، يعني صارت السيرفاس اللي تحت اللي قطعت اللي فاتت منها الدروات صارت بدي اكتبها ان فونكسيون دو ار اي دو تيتا، بدي انتبه لها بطل في اكس واي وبدها تطلع من زد ايجال جي 2 دو ار اي دو تيتا، فونكسيون ثانيه سيرفاس ثانيه فاتت من هون طلعت من هون. اوكي عظيم جبت الليميت تاعول الزد. هلا بنسى الدومين تبعي بروح على البروجيكسيون تبعيتي. البروجيكسيون تبعيتي كيف بنعمل شو بدنا نعمل هلا؟ بروح بقطع ريون، بقطعها بريون للريجيون تبعيتي، فاتت ب ار ايجال ان فونكسيون دو تيتا وطلعت من ار ايجال ان فونكسيون ثانيه دو تيتا. اوكي فاتت من هون من هيدي الشقفه هيدي الكورب يلي عندها الايكواسيون ار ايجال اش 1 دو تيتا وطلعت من هون يلي هي عندها ار ايجال اش 2 دو تيتا. اخر شيء الليميت تاعو التيتا، تيتا حتكون رايحه من الفا لبيتا، الليميت اصغر انجل لاكبر انجل من الفا لبيتا، ليكون الانتجرال تبعي كيف حيصير؟ زد من جي 1 لجي 2 فونكسيونات، الار من اش 1 لاش 2 الار، والتيتا بين الفا وبيتا، والفونكسيون تبعيتي هي صارت فونكسيون دو ار دو تيتا اي دو زد، والدي اكس دي واي صارت ار دي ار دي تيتا. حاعمل اكزامبلات بعرف مش كافي، رح اعمل اكزامبل هات لنشوف. قال بدي جيب هيدا الانتجرال تريبل على الدومين اكس 2 راسين كاري للاكس 2 بلس واي 2 انتر 1 اي 2 اوكي والزد انتر 0 اي 2. طب خليني اشوف، انا ما قلنا نحن عادتنا حتى ارسم الريجيون بشوف لو كانت ايجال بعدين بشوف الانيجاليتي. شو يعني راسين كاري للاكس 2 بلس واي 2 إيجال 2؟ يعني خليني أرفعهم كلهم أكرر، يعني X2 plus Y2 إيجال 4. شو الإيكواسيون X2 plus Y2 إيجال 4؟ لو أنا كنت on 2D مش on 3D، لو كنت on 2D كنت سات دو ريون 2، بس لأني on 3D خليني أذكركم كيف كنا نرسم X2 plus Y2 إيجال إيجال R2، هي السيلندر X2 plus Y2 equals R2 بتطلع السيلندر كلها ياتا.
السيلندر يلي هي والأسطر السيركولار x2 plus y2 إيجال r2. أوكي؟ يعني هوني حيصير عندي أنا سيلندر دو ريون دو. سيلندر دو ريون دو. ريون تبعه دو. سيلندر هيك أسطر طويل من فوق لتحت. هيدي هذا شو يعني؟ هيدا x2 plus y2 إيجال 2. بس ما بلشت أنا بشو عندي. طب شو يعني x2 plus y2 إيجال 1؟ x2 plus y2 إيجال 1 كمان هو سيلندر أسطر طويل بس الريون تبعه 1. فليكو كأنه صار عندي اثنين أسطر بقلب بعضهم. هيدا الأسطر الصغير وهيدا الأسطر الكبير. طيب هو شو بده؟ هو بده x2 plus y2 أو الرسم كاري للx2 plus y2 entre 1 et 2. يعني بدي اللي بيناتهم. بدي اللي بيناتهم يعني المطرح الأصفر هيك اللي جوا بس اللي بين الاثنين سيلندر. وما بس هيك بدي زد تكون entre 0 et 2. يعني ما خدت الأسطر هيك كله من تحت لفوق ما عم ينتهي. بلشت من زد إيجال 0. شو يعني زد إيجال 0؟ يعني من البلان XY وانتهيت بزد إيجال 2. تخيلنا عم نمشي هيك إتاب بار إتاب. رسمت الفونكسيونات تاعولي وشفت الليميت تاعوله. أوكي يلا هيك لنشوف. بدي حل الدوبل انتجرال. أول شيء بدي انتبه له إنه dx dy حتصير r dr d theta. تاني شيء زد هون حتدل زد. الx حتصير r cosinus theta. الy حتصير r sinus theta. وأكثر من هيك x2 plus y2 هي حتصير r2. يعني هون صارت زد exponential r au carré r dr d theta d z. أوكي هيك لنشوف هلأ الليميت. يلا حقطعها بلين الريجيون تبعيتي. يعني مش بقطعها بالنص لأن هون منه داخل. بقطعها بدروات بتفوت من هون تطلع من هون. من وين حتفوت؟ حتفوت من زد إيجال زيرو. هيدا الشيء اللي حتفوت فيه. انت وين ما جبت الدروات وين ما يعني خدتها بارالل على الزد هي حتدلها تفوت بهيدا البلان بهيدي الشقفة. هيدي زد إيجال زيرو وحتطلع من هيدي البلان اللي هو زد إيجال دو. لكن الليميت تاعو للزد هني انتر زيرو اي دو. زد إيجال زيرو زد إيجال دو. جبت البروجيكسيون لهيدا الشيء على البلان إكس إيجريك. البروجيكسيون تبعيته حرسمها هي واضحة ليكو. هي هي البروجيكسيون الصفرة بس تحت. هي الصفرة بس تحت. بس معلش أنا رح أرسمها. هي حتطلع هيك هيك وكل شيء بيناتهم. هي هي الريجيون. يلا كيف بعمل؟ بدي أقطع هيدي الريجيون بريون. قطعتها فاتت من هون. هيدي هي السيركل x2 plus y2 إيجال 1. لكن أنا هيدي r إيجال 1 فاتت ب r إيجال 1 وطلعت من r إيجال 2. هيدولي أنا معلش عم بمشي شوي بسرعة عليهم بس أنتوا هون لازم تكونوا متمكنين منه من وقت الانتجرال دوب. لأنه أنا كيف بحدد ال r وكيف بحدد ال theta وأنه x2 plus y2 إيجال 1 هيدا السيركل دو ريون 1 وأنه الانكو دوني بولار هيدا بيصير r إيجال 1 الإكواسيون تبعيته. فهيدا فات ب r إيجال 1 طلع ب r إيجال 2. جبت الليميت تعول ال r انتر 1 و 2 طلعت. طيب هلأ باقي التتا. هيت لنشوف التتا عم تكزر من الزيرو للدوبي. من الزيرو للدوبي. هيت لنشوف الانتجرال شو صار. ليكو شو صار الانتجرال؟ ما كتبه معلش. صار الانتجرال الزد صار الانتجرال انتر 0 و 2 الار انتر 1 و 2 والتتا انتر 0 و 2 بي. اوكي اكيد الزد بحطها مع الانتجرال تبع الزد. فيني قسمهم فيني افصلهم. اكسبونسيال ار 2 فوا ار. الار هي اللي اجت من الجاكوبيان هي حتكون مع الانتجرال تبع الار والتتا حتكون انتر 0 و 2 بي. اوكي طيب انا اذا بدكم رح اكتب هيدي مفصله ما تعتلهم وابعتها على الواتساب. هيدي الانتجرال تريبل بس بدي تعرفوا كيف جبت الليميت تاعول الانتجرال لهيدا. تمام خليني امحي هون. طيب انا يلي بدي اياه منكم انكم تشوفوا الاكزامبل 8. اوكي شوفوا الاكزامبل 8. كمان عندي انتجرال تريبل ل دي اكس دي واي دي زد. اوكي هيدي حتصير ار2 بلس زد2. تمام خلينا نشوف الدومين تبعي. الدومين تبعي هو اكس2 بلس واي2 بلو بوتي او ايجال ا 1. هيدا السيلندر دو ريون 1. شو يعني بلو بوتي او ايجال ا 1؟ يعني كل شيء جوا السيلندر.
و z au carré plus petit ou égal la 4x2 plus y2 طب خليني نشوف شو هو z كاري égal 4x2 plus y2 هيدا الكون هيك z كاري égal 4x2 plus y2 هيدا كون بعرف انا هون اللي عطيته هو z2 égal x2 plus y2 بس اذا ضربته ب 4 بس اللي حيتغير تخيل هو معي ان الدرواتين بدل ما يكونوا z égal x هيكون زد إيجال 4X يعني بس هي الانحناء الفتحة تبعت الكون يا بتكبر يا بتصغر هي الفرق بس هي كون بالنهاية أوكي زد 2 إيجال 4X2 plus Y2 فأنا شو يعني زد 2 plus petit ou égal à 4X2 plus Y2 فأنا عندي جوات الكون أوكي فأنا عندي جوات الكون سوري قلت شيء غلط مش جوات الكون برات الكون خليني اعلمكم طريقه كيف تعرفوا اذا جوا ولا برا انه مثلا انتم معودين بيبوتي يعني جوا لا مش ضروري خليني بس هيك اقلكم على طريقه معلش لانه هون رسمي شوي معجقه حروح اكزامبل هون اذا بقلكم شو يعني زد 2 اي وين ارسموا لي ريجيون يلي هي زد 2 بلو بوتي او ايغال لا اكس 2 بلس ايغري 2 في طريقه سهله تنعمل انه خذوا بوين يعني مثلا انا شاكه انه خليني افترض انا عم بقول زد زد او كاري بلو بوتي او ايغال لا اكس 2 بلس ايغري 2 خليني اشوف بوين جوا جوا الريجيون هيدي جوا الكون جوا الشقفه هي يعني من جوا خليني اتاكد انا هيك لاول وهله هيك فكرتها خل كيف بتاكد معلش على طول اتاكدوا خذوا بوين جوا وشوفوا هل عن جد فيريفي الانيجاليتي هاخذ بوين جوا بوين هون حاخذه زد تكون 1 و اكس ايغال 0 واي ايغال 0 هيك اهين شيء إذا بياخد x إيجال 0 و y إيجال 0 و z إيجال 1 الـ 1 أبداً من أصغر من x2 plus y2 بتطلع بالعكس أكبر فلا اللي جوا هي z2 أكبر من x2 plus y2 ليش؟ أخذت نقطة جوا وشفت إذا الـ verify إذا أكبر ولا أصغر هي خدوها على طول أوقات بتكون واضحة مثل السيلندر اللي قبل واضحة z إذا entre 1 et 2 واضحة أوكي؟ بس هون على طول عملوها هيدي إنه بعد ما بتخلصوا ارجعوا تأكدوا خذوا بوان فأنا هوني لما بقول Z2 أصغر من 4X2 plus Y2 يعني أنا برا الكون مش جوا الكون أوكي؟ جوا الكون هي Z2 أكبر من 4X2 plus Y2 أوكي؟ منيح اللي بالأول غلطت فيها حتى أنتوا تنتبهوا لتصيروا لكن أنا هلأ شو بدي؟ بدي جوا السيلندر وبرا الكون ليكو كيف صارت؟ أنا عندي كون هيك تخيلوا عندي كون وعندي سيلندر وبدي بيناتهم بيناتهم والزد انتر موان 2 اي 2 زد من موان 2 ل 2 خط الاسطر من موان 2 ل 2 اوكي فهولي الريجيون شو هن انا بدي اجيب الليميت الليميت للانتجرال تبعي للانتجراسيون تبعي طيب الحلو بالموضوع انا بس هون انه انا بدي انتبه الرسمه عن جد كيف اوكي انا هوني بيناتهم اوكي طيب انا زد من وين فايت ومن وين طالع انا يلي بدي انتبه له انه حفوته من هون وتطلع من هون حارسم هيك ليني قدامكم هعمل هيك طب انا وين فاتت وين طلعت اوعى حدا يغلط ويقول لي فاتت من هون لا انا الريجيون تبعيتي برا الكون يعني انا هون ما في شيء انا فاتت من هوني فاتت من هون وطلعت من هون انا هي جوا هون فاضي انا اخذ برا الكون وجوا السيلندر اوكي فانا فاتت من هون وطلعت من هون يعني انا فاتت من هيدا الكون وطلعت من هيدا الكون اوكي طب شو يعني انا ما بدي احط x2 plus y2 equal r2 فهي z2 equal 4 r2 هون هيدي الكون كلياتها طب شو هي الشقفه الفوقانيه الشقفة الفوقانية هي Z إيجال رسيم كاري لل 4X2 plus Y2 يعني إذا بدكم Z إيجال 2R شو هي الشقفة التحتانية Z إيجال موان رسيم كاري لل 4X2 plus Y2 يعني Z إيجال موان 2R ليك Z هي من الموان 2R لل 2R أوكي؟ هلأ لما بعمل البروجيكسيون تحت حيطلع عندي السيركل حيطلع عندي الR أنتر 0 اي 1 خليني اجرب ارسم الريجيون يلي تحت اوكي هيدي هي الريجيون البروجيكسيون على الاكس ايغريك البلان اكس ايغريك اللي بعمل بروجيكسيون حتى اقدر اعرف الار والتيتا الليميت تاعو الار والتيتا الليميت تاعو زاد انتبهني لو شفنا بدي الليميت تاعو الار والتيتا طيب طب ليش هيك
ليش انه ليش طلع السيركل كله معبى؟ هات لنشوف ليش. اوكي، لانه انا عندي جوات السيلندر، جوات السيلندر هو الديسك دو سنتر زيرو دو ريون 1. وانا فعليا حتقول لي طب ملايكة هوني من جوا فارغه، صح انا هوني من جوا فارغه، بس انا اسا في واحد في تحته كمان سيركل، يعني انا هيدي الانترسكشن مع بلان معين، صح انا مش يعني هذا هو عم يورجيكم الانترسكشن مع بلان معين، بس هو فعليا انا حتى تحته في عندي سيركل هيك الفراغ تبعه اصغر، اذا برجع بنزل في عندي سيركل تاني الفراغ تبعه اصغر، حيضل يصغر، فانا فعليا اذا بتطلع فيه من فوق حيطلع لي سيركل معبى. اوكي، حيطلع عندي سيركل معبى، فانا الار حتكون انتر 0 و 1 وتيتا انتر 0 و 2 بي. اوكي، فهيدا اللي بدي لكم عليه. على فكره بس لكم شغله، انه الاكزامبلين هدول خصوصي تاني اكزامبل، اول اكزامبل سهل، تاني اكزامبل انا بعتبره انه منه سهل، فما تفكروا ابدا انه ممكن يجي اصعب من هيك، حتى يمكن هيدا يكون من الليفل الصعب. اوكي، فانتوا اذا بتفهموا هيدا معناتها انتوا اذا بيجيكم شيء سامبل حتقدروا تحلوا، او بكره حتشوفوا الاكزامبلات مع دكتور ايمن حتلاقوهم سهلين لما بتفهموا هدول. اوكي، فهيدا هو الكوردوني سيلندريك. بآخر فيديو حنحكي عن الكوردوني سفيريك.